السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مطبخ شيف كاتي. عندنا فيديو جديد اليوم نلقاكم في أحسن الأحوال، وده من تحضيرات عيد الفطر المبارك. اليوم بغيت نقاسم معكم الطريقة ديالي في تحضير الغريبة مشقة بمذاق الليمون الحامض، اللي كتجي رائعة في المذاق ومنعشة، وكتجي مشقة وناجحة، وأهم حاجة أنها كتجي رطبة وهشيشة، ومكونات جد اقتصادية وبسيطة. كنتمنى تكملوا الفيديو ديالي للأخير، ولا كنتو جداد في القناة ديالي مرحبا بكم، وكنتمنى تضغطوا على زر الجرس اللي على اليمين باش ديما يوصلكم الفيديوهات الجديدة. وما تنساوش في لايك ديالكم اللي كتشجعني، ونبداو الفيديو على بركة الله. ولهاد الغريبة غادي نحتاجو 60 غرام ديال السكر الخشن او سكر سنيدة، انا ما كنكثرش فيها السكر بزاف لانها فيها سكر ثقيل باش ما تجيش حلوه. هنايا عندي 3 معالق كبار عامرين ديال الزبده، اي ما يعادل 100 غرام. هنايا عندي 80 غرام ديال الكوك، يكون رقيق او ديروه في الطحانه يدوز يطحن مزيان. بيضه هنايا عندي كاس ديال الحامض وقشور حامضه، صاشي تاع الفاني غادي ناخذ منه 7 غرام. هنا عندي لاغوم ديال نكهه الحامض، ممكن تستغنوا عليه وتكتفوا فقط بالحامض العصير والقشور. كأول حاجة غادي نديرو الزبدة، غادي نديرو عليها هديك السنيدة، وغادي نبداو نخدموها مزيان حتى كترجع بوماد. من الأفضل الزبدة تكون بحرارة المطبخ. هنا من بعد غادي نزيد عليها هديك البيضة، وغادي نخلط الكل. صافي نعم، نستمر في التحريك حتى نتاكد ان كاع المكونات جنسو ودابت لي هذيك السكر مزيان مع هذيك البيضه، ونزيد عليها هذوك القشور ديال الحامض. الا كان عندكم مركز ديال حامض الليمون غيكون احسن. هنايا غادي نزيد مباشره هذاك الكاس ديال عصير ديال الحامض، وغنزيد واحد المعلقه صغيره ما عمرهاش ديال مركز الحامض، ممكن تستغناو عليه وتكتفي فقط بالحامض والقشور ديالو. صافي هنا غادي نزيد عليه الكوك، كيف ما قلت هذا الكوك من الاحسن يكون رقيق، او من بعد طحنوه في الطحانه ديال العطريه باش يتجانس لكم مزيان مع المكونات. صافي هنايا غادي نبدا نزيد الدقيق. هنايا عندي 250 غرام ديال الدقيق، ما غاديش نزيدها دفعه واحده، وانما غادي نبقى شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي يرطب وما يكونش قاسح بزاف. صافي هنا غادي نستمر في التحريك بحال هكذا، وانا كنزيد الدقيق بشوي بشوي باش نتاكد انه دخلوا هذاك العناصر كاملين في الدقيق. صراحه هاد الغريبه كتجي رائعه، كتجي بنينه وكتجي منعشه بهذاك العصير ديال الحامض. صافي غادي نستمر. وهنايا في وسط انني كنزيد دقيق، غادي نزيد هذيك ساشي ديال خميره الحلوى، كيف ما قلت لكم 7 غرام، انا هنا عندي ساشي ديال 8 غرام، ما غاديش نضيفها كامله. وغادي نستمر حتى حصلت على واحد العجين اللي يكون لين وكيتلصق شويه في اليد. صافي هنا غادي نبدا نشكل فيه، كيف كتشوفوا معايا كرات في هذا الشكل. من الاحسن حاولوا انهم يكونوا في حجم واحد، انا هنا كنبغي حلوة تكون صغيره، ممكن ديروا اي حجم كتبغيو، ممكن ديروا كبر من هذا الحجم، يبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي نستمر حتى انني نكمل هذه الكميه كامله في هذه الطريقه. هنايا عندي السكر سبيسيال، سكر ثقيل سبيسيال، اي نوعيه جيده،
غادي نبقى نفند فيها هاد الكويرات ديال الغريبه مزيان. هنا من اسرار النجاح ديال الغريبه هو السكر، ما يكونش اي نوعيه، وانما هاد النوعيه الجيده، سكر ثقيل سبيسيال باش ما يدوبش لكم في الفران. صافي هنايا غادي نفندها مزيان في هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، ونحطها متباعده على اختها لانه فيها الخميره. صافي غادي نستمر في هذه الطريقه حتى نكمل المكونات، او عفوا حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي. بالنسبه للفرن غادي تشعلوا ليه مزيان حتى كيسخن مزيان مزيان. في الاول غطفيوه لتحت وغتخليوه الفوق مشعوله نار متوسطه حتى كتبان لكم التشققات، من فوق كتشقق غيتنزل طفيوه عليها الفوق وتخليوه لتحت على نار متوسطه فقط 10 دقائق ما كملاش باش ما تشوفش لكم بزاف الحلوه في الفران وتكون ديك الساعه جاهزه. صافي انا غندخلها للفرن نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه. هنا قبل ما تدخل شي شويه وركو عليها بحال هكذا باش ما تجيكمش منفوخه للفوق بزاف. كتكون هذه هي النتيجه النهائيه ديال الغريبه ديالي مشققه كيف كتشوفوا معايا ناجحه. كيبقى السكر لاصق فيها وفي المذاق ما نقولش لكم، رائعه المذاق، منعشه بمذاق الليمون الحامض. واهم حاجه انها كتجي مهشيشه وما كتجيش قاسحه، كتجي رطبه. نتمنى تجربوها، ولا كنت عجبتكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجوا مع الاصدقاء والاحباب. ولا كنتو جدد في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني على اليمين وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الفيديوهات الجديده ديالي. وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو ان شاء الله.